دونك غادي نصحو ليكزيرسيس ديال الحصه اللي فاتت. الو كنا ديجا سمينا جوج ديال لي كومبوزي. دونك فين وصلنا؟ اش من واحد فاش وصلنا شباب الى كومبوزي؟ فين كنا وصلنا؟ جو بونس وصلنا لدي هذا. دونك سي لو كومبوزي دي. هاد لو كومبوزي دي ما كناش شفناه في الكورس. داير سي او دونك غادي نشرح شويه هاد لو كومبوزي دي كيفاش كنديرو نسميوهم. شنو كيتسماو هادو؟ لاحظتو كنت عطيتكم واحد الطابلو فيه لي فونكسيون. دونك لا فونكسيون اللي كتكون فيها جوج مرات سي دوبليزون او بحال هكا سي اش 3 سي اش 3 في السميه ديالها عندها ان نوم دوزاج اللي كيتسمى لانيدريد. دونك سي لانيدريد. فوالا دونك هاد لانيدريد هذا كنشوف شحال لاصق فيه من هذا. عنده قواعد بوحدو في النومونكلاتور. كنشوف شحال لاصق فيه من دونك من سي اش 3 كنشوف غير كربون واحد وكنزيدها هنايا. دونك غادي نزيدها سو فورم دو انيدريد ميثان. كاربوكسيليك. دونك سي لانيدريد ميثان كاربوكسيليك. اوكي غادي نعطي ان اوتر اكزومبل باش تزيدو تفهموها مزيان. لنفرض دابا هو لانيدريد في الستركتور ديالو. شنو هي لا ستركتور اللي خصني نكون ضابط باش نعرف بان راه عندي انيدريد؟ هي هادي. دونك فين ما نشوف هادي نعرف بان راه عندي واحد لانيدريد. الور لنفرض لصقت في هاد لانيدريد هذا سي اش 2 سي اش 3. شنو غادي تسمى؟ دو ميم هاد لانيدريد لي زانيدريد كيكونوا اسيتيك. شنو غادي نسميوه؟ وي اشنو غيتسمى؟ ميثان كاربوكسيليك لانيدريد. دونك غادي نبداو السميه ديالو بلانيدريد وباش غنكملوها تري بيان لانيدريد ايتان كاربوكسيليك. برافو. دونك سي لانيدريد ايتان كاربوكسيليك. انيدريد إيثان كاربوكسيليك. غنعطي ان ديرني اكزومبل فهاد لي زانيدريد باش ما يبقاش عندنا فيهم مشكل. آخر مثال، voilà, de même CH2 CH2 CH3. شنو غنسميو هذا؟ سيلانيدريد. وي لانيدريد شحال فيه من الكربون؟ لانيدريد كنتعامل مع سيتين موليكول سيميتريك وكنقسمها على جوج، كنقسمها على جوج بحال هكا وكنسمي غير واحد الجهه. دونك انيدريد البروف منا كيفهم بان راه اون موليكول سيميتريك، يعني عندي واحد جوج ديال لي زيليمون كيتعاودوا. الا لاحظتوا هاد الجهه هادي دايره بحال هاد الجهه. دونك شنو غادي يتسمى لانيدريد؟ دونك سي لانيدريد. شنو غنسميو في هاد الحاله؟ سي شحال من كاين من كربون، شحال كاين من كربون هنايا؟ لاحظوا الحساب كنبداوه من هنا، ما كنحسبوش الكربون اللي لاصق في لا فونكسيون انيدريد ما كيدخلش في الحساب. دونك كنبداو الحساب من الكربون اللي خارج. دونك شنو غادي يتسمى لانيدريد؟ بروبان. دونك غادي نشوف الشاط. تري بيان، سي لانيدريد بروبان كاربوكسيليك. فوالا دونك شكون اللي جاوبنا هنا؟ دونك برافو فاطمة الزهراء، سعاد، خديجة. انيدريد بروبان، فاطمة بروبان. خصك تزيدي انيدريد فاطمة الزهراء لهادي. زينب انيدريد بروبان كاربوكسيليك، برافو. حمزة، هاجر، سي بيان. الوغ passons maintenant à la question E. Voilà. Donc, je vais vous le composé. Tout d'abord, on va définir la chaîne principale. Donc, je connais la chaîne principale. La chaîne principale est la chaîne qui contient la fonction principale. Donc, je vais vous fonction. Je vais la molécule. Je vais vous la. Donc, H3C. CH, CH3. Donc, on a la fonction CO, O, donc CO, O, C2, H5. Alors, je n'aurai pas de. Donc, nous chauffe les réponses de l'alcool. Et là, très bien, c'est une fonction estère. Alors, je vais expliquer le nom complet de là. دونك نحاولوا نخدموه كاملين. عندنا لاشين برانسيبال هي هادي، سي لاشين كي كونتيان لو ماكس، فوالا كي كونتيان لا فونكسيون برانسيبال اللي هي لا فونكسيون استر. فوالا دونك هادي هي لاشين برانسيبال. دونك اول خطوه في النومونكلاتور عندي هنايا بعدا كنحدد شنو هي لا فونكسيون اللي عندي. سي اون فونكسيون استر. دونك غادي نرقمها، غنبدا نرقم بحيث انني نعطي الكربون اللي فيه الفونكسيون نعطيه واحد، 1 2 3. دونك تلاحظ انه في 2 خرج ليا واحد الميثيل،